تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ينظم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الفترة ما بين 24 نوفمبر إلى 2 دجنبر 2023. مرحبا بكم في الدورة 20 للمهرجان التي ستكون قوية بحضورها وغنية ببرامجها لحوار الثقافات. انضموا إليها للمشاركة في رحلة سينمائية تتجاوز كل الحدود، رحلة تحتفي بالتنوع والتبادل وتجسد سحر مدينة مراكش الفريد من نوعه. ستترأس لجنة تحكيم الدورة 20 الممثلة الأمريكية جيسيكا جاستن. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني www.marrakech-festival.com.